المرسلين وأفضل الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما سيدنا ومولانا بقية الله في أرضه وحجته على عباده المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء وعجل الله فرجه الشريف. وصلنا معكم أيها الإخوة المؤمنون في سورة الغاشية إلى الآية رقم 17 18 19 إلى آخر السورة، سورة الغاشية الآية 17 إلى آخر السورة. عندي رقم الصحيفة 592 سورة الغاشية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وصلوا على محمد وآل محمد. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هذه الآية تكلمنا عنها البارحة، وأن الله تعالى يوجه أنظار العرب في بداية نزول القرآن قبل 1400 سنة. أهم أموال العرب كانت هي الإبل، والصحيح هذا لأنه بعض الحيوانات فقط للركوب، بعض الحيوانات فقط للحم، الغنم عادة يستفاد من لبنها ومن صوفها ومن لحمها، والبقر كذلك. ولكن ما بين هذه الأنعام الإبل يستفاد منها للركوب، يستفاد منها لحمل الأثقال، يستفاد من لحومها، يستفاد من ألبانها، يستفاد من جلودها، يستفاد من وبرها، يستفاد يعني في عجائب وغرائب تكلمنا البارحة. الله تعالى يذكر في آية أخرى في سورة ياسين، اسمع، يقول وذللناها لهم، هذا الحيوان الضخم الكبير الكبير الله جعله ذليل، بحيث إذا فالطفل صغير من ذول الأطفال أكو قطار من الإبل 100 200، إذا فالطفل يلزم عنان أو حبل الناقة الأولية البعير الأولي وين ما يروح كل القطار يروحون وراه. الله يقول وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وشفت بكم تفسير، مو كتاب واحد، عدة تفاسير، أن من عجائب الزمان مرة من المرات قطار من الإبل ما أدري فد الجريدي ملعون إجا لزهم الحبل مال هذا البعير الأولي، قام يجر البعران مشوا ورا الجريدي، هذا الجريدي إجا 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 إلى أن دخل في حفرة، البعير إجا خلى البوز ماله على الحفرة، يعني إلى هالدرجة. الله سبحانه وتعالى يقول أفلا ينظرون إلى الإبل، هذا الحيوان الرقبة الطويلة والقوائم الطوال وباقي المزايا اللي تكلمنا عنها البارحة، كيف خلقت؟ من الذي خلقها؟ ومن الذي ألهمها وجعلها في خدمة البشر؟
وخاصة بالصحاري، يوم اللي ما كانت سيارات ولا قطارات ولا طيارات، الناس على شنو كانوا يسافرون؟ على الإبل، مسافات بعيدة البعيدة، مئات الكيلومترات. هذا الحيوان صبور، صبور جدا، يصبر على الجوع، يصبر على العطش، يصبر على الحر، يصبر على الأثقال. هاي تكلم: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت؟ هاي السماء العجيبة بما فيها من الأجرام السماوية، بما فيها من المجرات. تعرفون المجرة؟ المجرة سابقا كانوا يسموها درب التبانة. تبانة يعني هذول الشايلين تبن، لما يمشون على الطريق هذا التبن يتقاطر على الأرض. يعني أنت في الليلة من الليالي إذا أنت على السطح وماكو كهرباء، ها، تشوف سبحان الله كأنما ذرات من التبن امتشرة بالظلام. لكن هاي المجرات بعد ذلك بواسطة هاي المجاهر القوية التلسكوبات اكتشفوا أنها ملايين المجرات، وكل مجرة بها ملايين النجوم والكواكب. سؤال: أنه هاي المجرات وهاي الأعداد الهائلة فيها سرعة، فيها حرارة، فيها دوران، فيها نظام. النظام مو ماله اليوم ويومين، سنة وسنتين، من مليارات السنين هذا النظام ما يتغير، مليارات من السنين، من زمن أبونا آدم وقبل ما يختلق أبونا آدم هاي المليارات كانت. من الذي سيرها؟ من الذي أدارها؟ من الذي نظمها؟ ومن الذي جعل فيها هذا الحرارة والنور والنظام؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت؟ رفعت بغير عمد ترونها؟ زين، بعد شنو عندكم؟ وزعنا قرآن حتى تقرون وياي. وإلى السماء كيف رفعت؟ بعد وإلى الجبال. هاي الجبال بها عجائب. هاي الجبال الله سبحانه وتعالى خلاها مثل الابسامير والأوتاد، بحيث لولا هاي الجبال لمادت الأرض. كان كل يوم كان عندنا زلازل، زلزلة ورا زلزلة، ما نقدر ننام، ما نقدر نستقي، ما نقدر نعيش أصلا على هاي الأرض. الله يقول: وألقينا في الأرض رواسية، يعني جبال عالية، ليش؟ أن تميد بكم، تضطرب. هاي الجبال خلت الأرض ما تضطرب، ما تتحرك. زين، بعدين هاي الجبال فيها مخازن، مخازن المي، مليارات الأطنان من الثلوج ومن المياه ومن العيون ومن الآبار ومن الجداول ومن الأنهار ومن النهيرات بالجبال، مخازن الحديد بالجبال، مخازن العقيق والياقوت والزمرد والجبرجد في الجبال. وبعد أكو بالجبال أشياء أخرى اللي أنا وإنت ما ندري بها. أكو بالحديث اليوم راح أقرأ لكم إياه عن صاحب الزمان صلى الله عليه، من الأمور اللي الله سبحانه وتعالى يكشفها لصاحب الزمان المخازن العجيبة الموجودة بالجبال. أقرأ لكم إياه الرواية إن شاء الله. زين، وإلى الجبال كيف نصبت؟ من الذي نصب هاي الجبال؟ بعد شنو عندكم؟ وإلى الأرض، هاي الأرض اللي إحنا بها كيف سطحت؟ كلمة سطحت معناتها أنت برأي العين تشوف الأرض مسطحة، ها؟ لكن إذا تركب صاروخ تطلع حيل جدا عالي، تطلع فكم كيلومتر، 10-20 كيلومتر، لا والله أزيد، 100 كيلومتر، تشوف الأرض كروية. الله يقول سطحت لأنه بمنظر العين مسطحة، ولكن في الواقع منظرها اللي الله خلقها، الله يقول يكور الليل
يعني الأرض كروية، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. زين، بعد شنو عندكم؟ فذكر. شوف، فذكر أولا، ما أريد أختصر الحديث ما أدوقكم، ما يقول ذكر ولا يقول وذكر، يقول فذكر. هاي الفاء لها معنى، المعنى اللي موجودة بالفاء بالواو ماكو، معنى اللي موجودة بالفاء بالباقي الحروف ماكو، يعني نتيجة يقول أفلا يرون، يعني بعد ما يوجه الله سبحانه وتعالى خطاب، شوفوا انظروا إلى حكمة الله، إلى رحمة الله، إلى علم الله، بعدما يشاهدون الله يخاطب نبيه يقول ذكرهم بآيات الله، ذكرهم بعجائب الإبل، بعجائب السماء، بعجائب الجبال، بعجائب الأرض، بقدرة الله، بعلم الله. أنت وظيفتك يا رسول الله بس تذكير، فذكر. إنما أنت إنما كلمة حصر، حصرا وظيفتك شنو؟ أنت مذكر بس، لست عليهم بمسيطر. يعني شنو؟ يعني مو تشيل لك سيف وتدق على رقابهم تجبرهم جبر، لا إكراه في الدين. هاي الحروب اللي هم صارت مو كانت إكراه على الدين، هاي الحروب معظمها كانت دفاعية، يعني الأعداء كانوا يهاجمون، الأعداء كانوا يردون القضاء على النبي وعلى أصحابه، النبي وأصحابه كانوا يدافعون بس، وإلى رسول الله فقط. وظيفتهم مذكر، فذكر. إنما أنت وظيفتك شنو؟ مذكر، تذكر الناس، لا تخليهم غافلين، لا تخليهم ناسين، ذكرهم الله، ذكرهم القيامة، ذكرهم الجنة والنار، ذكرهم الموت، ذكرهم رحمة الله وعلم الله وفضل الله، ذكرهم تذكير. زين، فذكر. إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، مو تشيل قمش ودق على رؤوسهم تعالوا إلا صلوا، لا، إلا بعدين يقول إلا من تولى وكفر. يعني إذا فد واحد دار ظهر عليك وكفر بيك وعذب وكذبك، هذا حسابه مو يمك، حسابه يمن؟ يم الله. إلا من تولى وكفر، زين، فيعذبه الله، مو أنت ما تعذب، فيعذبه الله بيا عذاب، عذاب الأكبر ياهو، أسألكم عذاب الأكبر ياهو، عذاب القيامة أكبر من عذاب الدنيا. زين، نستجير بالله. زين، عذاب الأكبر شلون يحصلوها إلا من تولى وكفر؟ الناس شلون يحصلون العذاب الأكبر؟ الآية شو تقول؟ اقروها، شو تقول؟ ها، ما تقرون؟ إن إلينا إياب، يعني شنو؟ رجعتهم، رجعت الخلائق كلها، المؤمن والكافر والبر والفاجر، رجوعنا لمن؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. زين، آخر آية، ثم إن علينا حسابهم. هاي الآية لها ظاهر ولها باطن، اسمحوا لي أن أقرأ لكم الظاهر وأقرأ لكم الباطن، وصلوا على محمد وآل محمد. ظاهر الآية حسابهم، خلائق حسابهم على من؟ أسألكم، على من؟ ما تجاوبوني؟ على الله. زين، فد واحد سأل الإمام عليه السلام أمير المؤمنين، قال يا أمير المؤمنين، هذول الخلائق، الله يقول إن الله سريع الحساب، تسمعني؟ ويقول إن علينا حسابهم. زين، كم مليار من البشر
مو ملايين، مليارات المليارات من زمن أبونا آدم إلى نوح إلى موسى إلى عيسى. العرب والعجم، أهل الصين، أهل اليابان، أهل أوروبا، أهل أمريكا، أهل أفريقيا، كل هذول الخلائق. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون كلهم إلى ميقات يوم معلوم يحاسبهم الله. سأل واحد أمير المؤمنين ذولا الله شلون يحاسبهم، والله سريع الحساب. قال مثل ما يرزقهم. شلون يرزقهم وحده؟ الآن الله ماذا يرزقنا؟ مثل ما يرزقنا إلنا. الجنين في رحم أمه من يرزقه؟ الطير بالهواء من يرزقه؟ السمك بالماء من يرزقه؟ الديدان والحشرات والسباع والبهائم والعقارب والحيات الصغيرة والكبيرة من يرزقها؟ الله. اللي يرزقهم في آن واحد يحاسبهم في آن واحد. هذا كله ظاهر الآية زين. أما باطل الآية تتحملون أقراها أو لا؟ عندك خلق؟ إذا عندك خلق صلي على محمد وآل محمد. باطل الآية رواية عن رسول الله، رواية عن أمير المؤمنين، عن الإمام الباقر، عن الإمام الصادق، عن عدة من الأئمة عليهم السلام. يقول إذا كان يوم القيامة جمع الله الخلائق من الأولين والآخرين، من الأولين والآخرين، فجعل حساب شيعتنا إلينا. صلوا على محمد. يجيبون كرسي، أولا رسول الله يجيبوه، ينصبوا له كرسي، يلبس حلة خضراء نور هذه الحلة تشرق من شرق الدنيا وغربها. يجلس رسول الله على الكرسي، ثم يؤتى بعلي بن أبي طالب عليه السلام، يلبس أيضا علي حلة خضراء يشرق نورها ما بين المشرق والمغرب. ويؤتى بمفاتيح النار تسلم بيد علي بن أبي طالب عليه السلام. حتى أحاديث إخواننا السنة والله وحق الحسين، هاي الحوار رواية أذكر، حتى أحاديث إخواننا السنة تذكر هذا. إذن يسمى علي، علي قسيم الجنة والنار. إذا كان يوم القيامة يجلس علي على الكرسي يدعو بشيعته، يقول رأسا بلا الحساب بلا حساب إلى الجنة. صلوا على محمد وآل محمد. هذا شيعة علي ومحبه. ثم يشير إلى أعداء علي عليه السلام، رأسا يقول بلا حساب إلى النار. أيام ما بيه صلوات، بيه صلوات. هذا معنى يقول حسابهم علينا، علينا يعني على محمد وعلي وعلى الأئمة الأطهار. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إذن قضية هينة. ما دام أنتوا الآن أنتوا على حساب من قاعدين هنا؟ في منزل من؟ على مائدة من؟ إخواني أخواتي، على مائدة من أنتوا قاعدين؟ يعني صاحب المضيف، إذا عندنا فد مضيف عادي، إخواننا العرب بالعراق وغير العراق، إيش قد أكو مضايف؟ ها؟ إذا صاحب المضيف مهما يكون فقير وأنت قعدت على سفرته يخليك تطلع فارغ خايب؟ والله حتى لو يبيع ملابسه ما يخليك تطلع فارغ. فكيف بمولانا الحسين؟ أنتوا الآن على مائدة الحسين، اعرف قدرك حبيبي، أنتوا على مضيف الحسين. والحسين أعطاه الله سبحانه وتعالى خزائن الدنيا والآخرة. زين، نرجع الآن إلى مولانا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه.
في ليلة النصف من شعبان مع طلوع الفجر كانت ولادة مولانا الإمام سلام الله عليه. ولكن لما نتكلم إحنا على الإمام المهدي نتكلم عن الدولة التي ننتظرها. هاي الدولة بعد ذاك اليوم أمريكا، روسيا، بريطانيا، فرنسا، ماكو دولة واحدة، علم واحد، عملة واحدة، الفلوس. إلزم من الهند واليابان والصين وأوروبا وأمريكا وأستراليا، كلها دولة واحدة ورئيسها واحد، والعلم الراية التي يرفعها المهدي مكتوب عليها ثلاث شهادات، مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله. هاي الدولة اللي أنت في الدعاء نقرأ اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها منو بعثية المن تعزهم للشيوعية للوهابية، تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا أنت كلكم في هاي الدولة كل الإخوة والأخوات، وتجعلنا فيها في هاي الدولة. وظيفتكم شنو؟ وزارة نيابة بالبرلمان؟ لا، تجعلنا فيها من الدعاة المن إلى طاعتك، والقادة قادة جمع القائد، يعني أنت قائد وأنت قائد أنت قائد أنت قائد، ها كلكم قادة، قادة المن والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها بهاي الدنيا كرامة الدنيا والآخرة. وهاي أبشركم، أنا ما أدري، أنا شايب ما أدري عمري يمدي أو لا، لكن أنتم الشباب إن شاء الله تشوفوا بعيونكم، ها وإذا شفتوا الإمام وصليتوا وراء قبلتوا إيدي ورجلي اذكروا هذا الحقير الفقير. نعم، اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة. هاي الرواية أنا قاريها عدة مرات، أحبها الليلة أقراها. الرواية تفسير لقوله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ليلة المعراج، ليلة المعراج لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم من صخرة بيت المقدس إلى السماء، جبرائيل وياه، وصل السماء الأولى وياه، ثانية وياه، ثالثة، رابعة، إلى السابعة، وصل إلى سدرة المنتهى. وصل إلى سدرة المنتهى جبرائيل قال يا رسول الله أنا هذا حد وياك، لقد بلغت مكانا لم يبلغه نبي مرسل، لا آدم لا إبراهيم لا عيسى، ما حد وصل، هذا إلك خاصة يا رسول الله. لم يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب، أنا جبرائيل سيد الملائكة ما أقدر، ولو دنوت أنملة، أنملة هاي الأنملة جزء من الإصبع يسموها أنملة، ولو دنوت أنملة لاحترقت، أنت لازم تروح وحدك. فجاءه النداء من رب العزة أدن مني يا حبيبي، أدن مني يا حبيبي، فدنا. تقرأ الآية ثم دنا بعد شنو؟ فتدلى بعد، فكان قاب قوسين أو أدنى بعد، فأوحى، من اللي أوحى؟ الله، إلى عبده، من عبده؟ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فأوحى إلى عبده ما أوحى. هسا أقرأ لكم ما أوحى، هذا ما أوحى، هو رسول الله يقول إن الله تعالى أوحى إلي حتى أطلع لك الصبحة وصلوا على محمد وآل محمد.
أما ما أوحى، الرواية يرويها الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتاب إكمال الدين في أمال الصدوق، ويرويها الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، ويرويها معظم علمائنا الثقات الأخيار الصادقين الأبرار. يقول: لما عرج بي، لما عرج بي إلى السماء، هذا كلام رسول الله ليلة المعراج، لما عرج بي إلى السماء السابعة ومنها إلى سدرة المنتهى ومن السدرة إلى حجب النور ثم دنا فتدنى، ناداني ربي، الله أكبر، ناداني ربي جل جلاله: يا محمد، صلوا على محمد وعلى محمد، يا محمد أنت عبدي وأنا ربك، فلي فاخضع، يعني لا تخضع لغيري، خضوعك يكون لمن؟ لله بس، فلي فاخضع وإياي فاعبد، لا تعبد غيري، وعلي فتوكل، لا تتوكل على غيري، وبي فثق، يعني ثقتك خلي بمن؟ بالله، وبي فثق، فإني قد رضيت بك عبدا وحبيبا ورسولا ونبيا. اللهم صل على محمد. اسمع اسمع، لما تقرأ القرآن: فأوحى إلى عبده ما أوحى، شنو ما أوحى؟ هالمقدار. يقول: وبأخيك علي خليفة وإماما. وبأخيك علي خليفة وبابا، فهو حجتي على عبادي، علي عليه السلام، وإمام لخلقي، به يعرف أوليائي من أعدائي. الله أكبر. إذا أردت أن تعرف أولياء الله منه، أعداء الله منه، بمن تعرفهم؟ خلاص، علي هو الحد الفاصل معه. زين، إذن أعداء علي عليه السلام هم أعداء الله. ويوم الغدير رسول الله قال: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. أسألهم: وعادي من عاداه؟ طلع بها استثناء. إذا فلانة عادات عادتك، فلانة هاي مداخلة بالحساب. إذا فلان واحد ولو كان خليفة ولو كان كذا كذا، إذا عاداك واحد من ودعي الخلافة، هذا مو داخل بالحساب، وعادي من عاداك بعد، أعدائي، لأنه اللي عادي علي عدو الله، عدو الله مخلد في النار. زين حبيبي، وبه يعرف أوليائي من أعدائي، وبه يميز حزب الشيطان من حزبي. الشيطان عنده حزب، الله هم عنده حزب، واثنين هم مذكورين، حزب الله وحزب الشيطان، علاماتهم أوصافهم بالقرآن. اقرأ سورة المجادلة حتى تعرف حزب الله حزب الشيطان. نعم، الآن هم في زماننا هم الحمد لله عندنا حزب الله وعندنا حزب الشيطان، قلت تعرفوهم بعد. زين، وبه يعرف حزب الشيطان من حزبي، وبه يقام ديني. به يعني بمن؟ بمن؟ بعلي بن أبي طالب. دين الله يقام به، بسيفه، بعلومه، بمعجزاته، بكراماته، بمناقبه، بفضائله التي لا تحصى. دين الله ذاك الذي قام بعلي بن أبي طالب. نعم، وبه يقام ديني وتحفظ حدودي، حدود الله، تلك حدود الله من اللي حافظ عليها؟ وتنفذ أحكامي. هسه خلص من رسول الله تكلمنا، من علي تكلمنا، هسه نجي على الأئمة واحد واحد. اسمع، لأن إحنا شغلنا هالليلة ويصعب الزمان، ها أريد أركز أذقانكم، أذقانكم
أفكاركم على صاحب الزمان حتى تعرفون ديك الليلة ليلة المعراج الله عين وظيفة هذا الإمام اللي إحنا قاعدين بانتظار ولادته. ها يقول عز وجل وبك وبه بك يعني يا رسول الله به يعني بعلي وبالأئمة من ولده أرحم عبادي وإمائي. الله إذا يريد يرحم بمحمد وعلي والأئمة سلام الله عليهم أجمعين. اللهم ارحمنا بهم يا الله. اسمع 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 محل الشاهد يقول وبالقائم منكم، خلي إيدك على رأسك، وبالقائم منكم منكم أعمر أرضي. اسمع الله يعمر أرضه، الملائكة عمرت السماء قالوا لا لا ما يخالف إذا تحب تنزل ماكو مانع. وبالقائم منكم أعمر أرضي بتسبيحي وتهليلي وتقديسي وتكبيري وتمجيدي. اسمع أريد أقول لك هاي العبارات شنو، هاي العبارات يوم اللي الله قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الملائكة أهل السماوات إيش قالوا لله؟ تدخل إيش قالوا؟ قالوا أتجعل فيها، فيها يعني في الأرض، هما في السماوات يقولون على الأرض أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الله يقول راح يجي فرد يوم اللي الأرض اللي أنتوا الملائكة، الملائكة فكركم بيم الأرض يفسد فيها، هذا الفساد ينتهي على يد من؟ على يد القائم المهدي سلام الله عليه. نعم أعمر أرضي، الله يأشر للملائكة، الخطاب للنبي ولكن ده يعرض بالملائكة. ها وبه أعمر أرضي بتسبيحي وتهليلي وتقديسي وتكبيري وتمجيدي، وبه يعني بالقائم عليه السلام أطهر الأرض من أعدائي، يعني المهدي المنتظر عليه الصلاة والسلام يطهر الأرض، وبه أطهر الأرض من أعدائي وأورثها أوليائي. الأرض الله ينزعها من أعداء الله يورثها لمن؟ أولياء الله. أكو آية في القرآن يقول عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. تمام يا ولا؟ هذا الحديث ينطبق تماما بالمية مية على القرآن وعلى السنة. اسمع اسمع وأورثها أوليائي وبه أجعل كلمة الذين كفروا بي السفلى وكلمتي هي العليا. كلمة الذين كفروا بالله، كلمة الكفار كلهم، كلمات اليهود، كلمات النصارى، كلمات عباد البقر، كلمات عبدة الأصنام، كلمة الشيوعيين والبعثيين والوهابيين وجماعة ابن تيمية كلهم يجعل كلمتهم السفلى، سفلى وكلمة الله هي العليا. وكلمة الله، وأريد كلكم ترفعون أصواتكم لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بارك الله فيكم. وكلمتي هي العليا. بعد بعد اسمع اسمع البشارة خشم. وبه يعني بالقائم عليه السلام أحيي أحيي عبادي وبلادي بعلمي. الآن العباد والبلاد في حالة سيئة، مستضعفين ضعفاء، الله يحيي به الأرض بعد موتها، يحيي عباد الله، يحيي البلدان، يحيي كل قارة كل منطقة بعلم الله تعالى. علم الله، نور الله. ها اسمع وبه أحيي عبادي وبلادي بعلمي. بعدين قل وله، به خلص
الآن يبدأ وله، له يعني لمن؟ أيضا للقائم عليه السلام، لصاحب الزمان. وله أظهر الكنوز والذخائر بمشيئتي. هاي محل شاهد. الكنوز اللي ما قلت لكم بالجبال أكو كنوز، في باطن الأرض أكو معادن غير معدن البترول والنفط، لا، الكنوز والذخائر اللي موجودة في باطن الأرض بالجبال في أعماق الأرض، الله يقول راح أطلعها أظهرها لمن؟ لصاحب الزمان. بعد ماكو فقير، ماكو فقير بعد. وله أظهر هذا الحديث، أريد كل واحد منكم تحفظونه حفظ حتى يوم اللي يظهر الإمام عليه السلام تجي الورقة قدامك تسلم عليه تقول له يا ابن رسول الله هاي البشائر جدك بشرنا بيها. وله أظهر الكنوز والذخائر بمشيئتي، وإياه أظهر على الأسرار والضمائر بإرادتي. يعني شنو الأسرار؟ أكو أشياء سرية إلى الآن ما ندري بها، لا علماءنا لا الأطباء لا الفلاسفة لا المفكرين لا مراجع التقليد، مع احترامنا إلهم، هذاك اليوم تظهر هاي الأسرار، هاي وحدة. والضمائر، والضمائر الآن أنت تدري شنو بضميري أنا؟ لا. أنا أدري شنو بضميرك؟ لا. لكن الإمام إذا ظهر يدري كل ما في ضميري وضميرك. الضمائر يخبرنا عن نوايانا. بعد ما لازم واحد يقول له أنا شيعي أو مو شيعي، أنا بس بيعاين بوجهه يعرفه، يقرأ الممحي. الإمام من علاماته يقرأ الممحي. نعم. وأمده بملائكتي. هسه قسم منهم يقولون إذا ظهر صاحب الزمان بالسيف، الآن أكو أسلحة، طائرات، دبابات، صواريخ، ويا الدبابات شو يسوي؟ الجواب هنا بملائكتي. الملائكة بعد إذا إجوا نصروا صاحب الزمان، بعد دبابات تشتغل، صواريخ وطيارات تشتغل، ملائكة بعد، وفي مقدمتهم جبرائيل. أول من يصافح الإمام عندما يظهر في مكة المكرمة عن يمينه جبرائيل وعن يساره عيسى بن مريم. نعم. وأمده بملائكتي. ليش؟ لتؤيده على إنفاذ أمري. الملائكة يؤيدون الإمام عليه السلام صاحب الزمان حتى يمشي أمر الله، مو أمر نفسه أو جيبه أو الراتب ماله أو القصور مالته أو سياراته، لا، لتمشية أمر الله. بعد مو يم السيارات ضد الرصاص. يقول عز وجل لتؤيده على إنفاذ وإعلان ديني، بعدين يقول ذلك، الإشارة إلى صاحب الزمان، ذلك وليي حقا ومهدي عبادي صدقا. إذن نسأل الله تعالى أن لا يميتنا إلا بعد أن ننظر إلى وجه مولانا. أنا أدعو، أختم كلامي، نسألك اللهم وندعوك باسمك الأعظم يا الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أسرع الحاسبين، يا أرحم الراحمين، يا أحكم الحاكمين، يا غياث المستغيثين. اللهم فك رقابنا من النار، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. إلهنا، إلهنا، بحق الحسين العزيز، عجل فرج سيدنا ومولانا وقائدنا ونور عيوننا وتاج رؤوسنا. اللهم أظهر به الإسلام وأهله، وأذل به النفاق وأهله، واجعلنا فيها في دولته من الدعاة إلى طاعته.
والقادة إلى سبيله، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اقرأ كلمة كلمة. اللهم ما عرَّبتنا من الحق فأعملناه، وما غبنا عنه فذكرناه. اللهم المُن به شعتنا، واشعب به صدعنا، وارتق بمولانا الحج فتقنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا الأسارى الموجودين عندكم بالجزيرة بالبحرين. اللهم فك أسارى، وفك به أسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وأعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين. قوموا بعد ما أطول، قوموا على أقدامكم، ارفعوا أصواتكم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليلًا وعينًا، حتى تسكنه أرضك طوعًا وتمتعه فيها طويلة. وإلى أرواح المؤمنين الفاتحة مع الصلوات.